أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. هذه هي بداية قصة جديدة، قصة بلدين تربطهم الجيرة والأهل والمستقبل، تربطهم جسور المحبة ورؤية تستحق الإيمان بها. رؤية مليانة بالحياة، من القاهرة لأسيوط ومن اسكندرية لبورسعيد، من مصانع القطن لمواني البحر. تاريخنا وحضارتنا دجلة والفرات شاهدة على عظمة بلدنا وإمكانياتنا لبناء مستقبلنا. عنا المعرفة والقدرة على الابتكار بتساعدنا نبني ونعمر لأجيال وأجيال. هويتنا، ثقافتنا، كرمنا وضيافتنا نسخرها لتنمية بلادنا. أرضنا الزراعية ومصانعنا الغذائية نرويها بيدنا ونبنيها بطموحنا. هدفنا مشترك وطريقنا قدامنا واضح. هنقدم للعالم حاجة جديدة ونوريهم قدرتنا. بدنا نوصل للمستقبل اللي كل يريده. مع بعضنا قادرين، ولو مستقبلنا بكل همة راحين. على دربنا سايرين وبعزومنا قادرين. رؤية بدت بفكرة وبقت بذرة زرعناها، ويوم حصادة بنكون مجتمعين. نطلق اليوم 6 شركات من صندوق الاستثمارات العامة في البحرين، مصر، العراق، الأردن، عمان والسودان، باستثمارات تصل قيمتها إلى 24 مليار دولار من خلال شراكات اقتصادية في قطاعات مختلفة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.